أستاذة ريحاب زوجها كانت بتقول كلمتنا في رمضان، كان نفسها تكمل تعليمها وهو يعني رفض. يعني أنا مش عاوزة أعمل مشكلات ما بينكم الآن، لكن أنت تقدري تثقفي نفسك قدر الطاقة إلى أنك تقدري تتمكني من أنك توصلي معاه الحل أنه يوافق على أنك تكملي تعليمك. بل أنا أناشده من مكاني أنه يأذن لك بأنك تكملي تعليمك ويديكي تجربة، لو أنك يعني قصرتي يبقى في كلام تاني، ما قصرتيش وده اداكي دفعة أنك تقدري تجيدي رعاية البيت والقيام على شأن الزوج والأولاد. ونختبر يعني قد نكون يعني انت حاولي تكلمي معاه من وقت لتاني، لكن ده لا يمنع الانسان انه يكون صديقه القراءه، انه يقرا وانه يثقف نفسه، وان نرجع للكتاب مش كله الاجهزه المحموله فنؤذي اعيننا والانسان بيحتاج تتلف معها بعض الجوارح. لا، برضو نرجع تاني للكتب مره تانيه، يبقى الانسان صديقه كتاب يقرا ويثقف نفسه وما يسيبش نفسه عند مرحله معينه من المعارف والمعلومات. والحيله الحسنه مع الزوج إلى أنك توصلي إلى الموافقة، وسلي الله من فضل.